اكتر برج يتحمل التاني يعني ويحبه ويحبه؟ يعني مثلا الحمل. لو احنا قلنا الحمل، ايه اكتر برج يحب الحمل ويتحمله في كل الابراج؟ طيب دي برضو نقولها بسرعة، الحمل يتحمله الميزان، الحمل يتحمله القوس، يبقى الحمل يتحمله والميزان والقوس. بلا اي نقاش. حتى لو في عيوب ولا حاجه لا يقدر يفوتها ممكن اعرف سبب ويعدله، في اتفاق كبير جدا في شخصياتهم، في دايما لكل برج حاكم، فبتلاقي الابراج الحاكمه متفقه، بتلاقي الطبيعه ان كانت ناريه او هوائيه متفقه، فالتوافق ده بيخليهم بيفوتوا البعض، غير في ابراج يعني طبيعتها الحمل يتفق معاك مع الميزان أو والقوس ويتحمله بشكل كبير. الحمل يتفق مع الميزان والقوس، والقوس معنى كده ان الميزان والقوس هم بيحبوا الحمل، الحمل يحبهم والحمل يحبه، هو في الاساس الحمل اللي بيحبه، وبالتالي هم بيحبوه بس مش بنفس الدرجه. احنا دلوقتي اللي هنقول دلوقتي مين فالتور اوكي، اكتر برج التور بيحبه العذراء، اكتر برجين يتحملوا التور جدا ماما العذراء والعقرب ومعاهم الحوت كمان، يعني يتحمل عذراء التور وعقرب وحوت يتحملوا التور او يحبوا التور بالظبط. الجوزاء بيحب القوس قوي قوي، ويحب الجوزائين اللي زيه، يعني الجوزاء يتفاهم مع الجوزاء، ويحب الاسد قوي، الجوزاء والاسد يتحملوا بعض، يحب وعلاقتهم دايما فيها استمراريه، جوزاء مع جوزاء وقوس مع واسد وقوس. السرطان يحب العقرب جدا لانهم مائيين زي بعض، السرطان يحب الجادي قوي، وبالرغم من السرطان والجادي ميه وتراب الا انهم لما يندمجوا مع بعض يعملوا طين، فالطين يثبت يثبت فيبقوا كيان واحد بالظبط. بس كمان في الحوت يبقوا واقفين، العقرب والجادي والحوت الثلاثه دول يتفقوا جدا مع السرطان. الاسد يتفق مع الحمل، نفس النريه والسرعه والايقاع السريع، فبتلاقي الحمل والاسد يعني الاسد يتفق مع الحمل ويتكيف مع الحمل جدا ومع الميزان. الاسد والميزان تلاقيهم قريبين من بعض وبيفهموا بعض، والحمل والاسد يتفقوا مع بعض. العذراء بيتفق مع الثور ومع العقرب، يتشد لهم يحبهم يستريح لهم يحس بالامان معاهم مع الثور والعقرب. الميزان يحب الدلو جدا هوائي زيه ويحب الاسد. الميزان يحب انت تضحكي ليه يا مفيد؟ علشان انا اتعاملتي مع حد كده اسد وخالها ميزان، خال مني يحبوا اخويا بعض. فلما بنتي بتتكلمي كده فجه في دماغي كم الليالي اللي هما الاثنين يقعدوا دو 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 دو، وهو بس لو مسافر يكلمها هي بس ما يسالش. أيوة فينا ده حقيقي، يحبوا يعني بعض جدا طول البال. فيها انا افتكرتك بتحكي على العذراء لما قلت الثور والعقرب، فقلت ايه مش متفقه مع الثور والعقرب. لا انا الثور والعقرب لا انا طب هو اشمعنى الثور والعقرب والعذراء يتفقوا مع العذراء ليه؟ اولا الثور ترابي صديق شبهه قوي قوي في حاجات كتير، والعقرب زي ما قلنا التراب والميه بيعملوا مع بعض ايه؟ العقرب ميه يعني. والتراب والعذراء تراب، فالاثنين بيثبتوا الدنيا مع بعض. يعني ما بيبقاش علاقتهم هوا طياري سريعه، لا بيبقى فيها استمراريه. وحتى لو زعلوا من بعض او غزوا بعض او اثاروا وغيره بعض، تلاقيهم لا بيرجعوا ونتصل تاني في امان معين ما بينهم. وصلنا للعقرب ولو خلصنا الميزان، خلصنا العذراء خلاص، والميزان يحب الدلو والاسد خلاص. العقرب يحب الحوت والسرطان، ميه زيه، والثلاثة بيكونوا مثلث مائي رائع مع بعض. عقرب حوت سرطان هما المثلث القوي جدا. القوس يحب الجوزاء ويحب الاسد، ناري وهوائي، بس هو التاني الجوزاء هو شريكه في الدايرة الفلكية أو في وشه. الجدي بيحب السرطان والعذراء، العذراء الترابي اللي زيه والسرطان في بيته السابع. الجدي يحب السرطان والعذراء. الدلو يحب الحمل جدا ويتحملوا بعض جدا، والدلو يحب الأسد، ودايما معظم علاقات الزواج الناجحة بتبقى دلو واسد، وبيبقى فيها استمراريه كبيره جدا جدا. يبقى الدلو والاسد كيمياء مضمونه، والدلو والحمل كمان. والدلو والحمل اخيرا بقى ختام مسك، الحوت يحب السرطان والتور والجدي. الحوت يحب السرطان، الحوت يحب الجدي، الحوت يحب التور. دول اكتر ناس يحبهم برج الحوت.